عايز برضو اتكلم في حاجة مهمة جدا. بدأ معاك حد كلمك على الاستمرار الموسم القادم بعد ما حققت النجاح ده، وانا متأكد ان إدارة فاركو من الادارات المحترفة الواعية اللي بتتمسك بمن يحقق نجاح. لو ده حصل انت مستمر ان شاء الله، هل هيتم التدعيمات في مراكز معينة للموسم القادم، وهتبدأ استعدادك للموسم اللي جاي هيكون ازاي يا كابتن؟ والله يا كابتن إيهاب، يعني بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي استمراري مع الفريق، فدي حاجة متروكة لإدارة النادي. هم بيديروا كل مرحلة على قد الأهداف اللي هم عايزينها والمطالب اللي هم محتاجين يحققوها، ولكن أنا زي ما قلت لحضرتك أنا يعني أتشرف وفعلا عندي استعداد إن أنا أخدم المكان في أي وضع وفي أي منصب. ده مش كلام والله بقوله ولا شعارات، لأن أنا ما شفتش من المكان ده غير كل خير وكل دعم على مدار ال6 7 سنين اللي انا موجود فيهم في المكان. فاحنا كنا لسه فعلا مشغولين جدا بالوضعيه اللي كنا فيها، بالضغط اللي كنا فيه، وحضرتك عارف ان في الفتره الاخيره كمان كانت المباريات متلاحمه كل 4 ايام و3 ايام، فما كانش في اي حاجه قدامنا كلنا غير ان احنا نعدي المرحله دي وبعدين نبدا نعيد ترتيب اوراقنا تاني والنادي يبدا ياخد قراره والاداره تاخد قرارها. ولكن احنا الحمد لله النهارده ختمنا الدوري وعندنا هدف تاني هو كاس مصر، لسه مستمرين فيه ان شاء الله. بس هي بس المشكله ان احنا مش عارفين احنا هنلاعب النادي الاهلي ولا هنلاعب النادي المصري على طول دور الثمانيه، لان النادي الاهلي كان اعلن ان هو مش هيستكمل البطوله. فبناء عليه احنا منتظرين الموقف النهائي من اتحاد الكوره ان هو يبعت لنا في خلال بكره او بعده، لان المفروض ان ميعاد المباراه يوم 20 كمان يومين مع النادي الاهلي. فلو في حاله ان النادي الاهلي مش هيستمر يبقى هنلاعب نادي المصري على طول في دور الثمانيه، متحدد بالمباراه دي يوم 22. فاحنا للاسف لحد دلوقتي مش عارفين بالظبط ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم باوراق رسميه وبخطابات رسميه، ولكن احنا منتظرين. واكيد الاداره بعد ما نعدي المرحله دي ان شاء الله هيقعدوا هيدرسوا الموضوع كويس. طيب. وانا متقبل اي قرار هم هياخدوه، لان انا زي ما قلت لحضرتك انا اتشرف ان انا امثل النادي في اي وضعيه وفي اي مكان. بالنسبه لموضوع تدعيم اللعيبه، اكيد كل نادي بيبقى ليه اهداف، واحنا الحمد لله عندنا سكواد كويس جدا وعندنا لعيبه كويسه جدا في مختلف الاعمار. متوسط الاعمار عندنا في الفريق كويس، من الاعمار الصغيره جدا ممكن اصغر متوسط اعمار فريق في الدوري. الحمد لله حضرتك النهارده لو كنت تابعت مباراه انبي احنا قدرنا نشارك النهارده عدد كبير جدا من اللعيبه ما كانتش بتشارك بصفه دايما الفتره اللي فاتت، ومن ضمنهم ناشئين كتير من مواليد 2007 و2005 و2003. فاحنا الحمد لله مستقرين بالنسبه للخيارات قدامنا في اللاعبين وما عندناش اي نواقص الحمد لله. اكيد هندعم، اكيد اكيد في لعيبه هيبقى جاي لها عروض مش هنقف قدامها ودي سياسه النادي، فان شاء الله يكون اللي جاي خير باذن الله. طيب،